أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا رقم 598 لسنة 2024 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة. يسري القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليها الشريعة العامة لهم، ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك.